تبني وتعمر في أرض مصر. تفضل تفضل قول اللي انت عايزه. انا عاوز دم حضرتك يا فندم، والله زعلان زي حضرتك. طب قول اللي مزعلك ايه. اللي مزعلني انه في كلام مش صحيح وفي كلام ظلم لينا احنا في المراجدة. احنا اهل المراجدة في تناقض كبير جدا. احنا صنفنا اول ما صنفت القرى الفقيرة كنا ضمن 10 قرى افقر البلاد فقرا، اكثر الناس احتياجا، ومع ذلك كل مقومات الخير في بلدنا واحنا لم ناخذ من الخير اي شيء. فارجو ان اوضح لك بعض الامور، يا ريت ترجع لي الخريطه اللي شرع عليها في الفقره بتاعت المهندس عادل حنطوره منطقه المراجده، وانا اشرح لك عليها يا فندم. ده احنا لولا وجود اللواء عبد الحميد الهجان وقوات المسلحه كان موتنا بعض. لولا وجود هذا الرجل في محافظه قنا والقوات المسلحه كان موتنا بعض. وانا اقول لك ازاي يا فندم، رجع لي الخريطه يا فندم. طب انا هقول لك بس حاجه. اتفضل يا فندم. احنا كلنا بنسمعك وعايزين نفسر كل كلمه انت بتقولها. انا وانا هفسرها يا فندم عشان نفهم يعني. نعم عشان نفهم. حدش ادانا ارض يا فندم، ما حدش ادانا. احنا ناس المراجدة حجمنا وقالوا لنا ما تحركوش تاني من مكانكم من هنا. ايش الخريطه بتبين يا فندم؟ بيقول لك حوالي 5000 فدان ادوها تعويضات من الناس اللي كانت متعديه. ده الكلام اللي كان بيزعل حضرتك، اللي كان كافئوها الناس اللي كانت متعديه على الارض ادوها مكافاه، خدت 5000 فدان غير الارض اليابانيه. طب بدل انا بنستبدل الارض الشركه اليابانيه وندي تعويض 5000 فدان، ما كانت الناس دي قاعده في مكانها، انما ما كانت في ناس من اصله وما فيش واحد فيهم من المراجده متعدي ابدا. الناس جات علينا من بره واحنا ناس المراجده ما تعديناش اطلاقا. ولولا وجود اللواء عبد الحميد الهجان فعلا زي ما بقول حضرتك والقوات المسلحه ما جات ودخلت الارض في مليون فدان، احنا كانوا الاغنياء موتونا اللي جايين ياخذوا الارض بتاعتنا، احنا ما خدناش ولا حاجه. فانا عاوز اوضح لك يا فندم، تقدمت للمهندس ابراهيم محلب اثناء زيارته للمراجده وقلت له احنا عاوزين 5000 فدان. حاضر. عاوزين 5000 فدان لابناء المراجده اللي اتظلموا كثيرا، ورد علي الورق وقال هاتوا الخرائط وودناها وما حصلت ولا حاجه يا فندم خالص. هل يعقل يا فندم ان الصوامع اللي احنا فيها دي لم يعين فيها فرد من ابناء المراجده؟ هل يعقل يا فندم ان سياده الوزير خصص 30 فدان و10 فدان للكهرباء؟ وانا عاوز اسال وزير الكهرباء، عملوا معانا دراسه مشهوره يا فندم بمليار ونص دولار يعني 30 مليار جنيه، وبعد كده الفلوس قالوا راحت مشروعات في القاهره. عاوز الوزير يوضح يقول هل فعلا احنا المشروع اجلناه ولا يشتغل هو على بعد خطوات من هنا يا فندم؟ يا فندم وزيره التعاون الدولي رصدت 5 مليون جنيه، دقوا 43 بير للشباب وقالوا عندكم 3500 فدان ما ادونا ولا حاجه وطاروا ورانا، والابار خذوها للشركه اليابانيه والمتضررين من الشركه اليابانيه، مع انه ما كانوش زارعين 200 300 فدان ادوهم 5000 فدان. احنا يا فندم مطالب وعرض الورق في ايدك، ويا ريت توكلني وانا مشفق عليك، مشفق عليك جدا، توكلني لرئيس الوزراء شخصيا مع السيد اللواء المحافظ اشرح له كل مشكلاتنا وسبوها لنا يا فندم، لان احنا ناس غلابه وعاوزين كده يا فندم. وانا بشكرك مشفق عليك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. لا تعالى تعالى هات له الخريطه يشرح لي عليها لو سمحت. هات الخريطه اللي قال عليها يشرح لي عليها. تعال اطلع قول لي خريطة شركة تنمية الريف المصري. اتفضل تعال. الريف المصري يا جوزيف. بس اسمع بس. اتفضل. طب استنى بس. طب استنى. اسلم عليك واقول كلمة صغيرة. اقول كلمة صغيرة اقسم بالله العلي العظيم انه محبتك لو وضعت في كفة ميزان وجميع الصعاب والتحديات والاحقاد حتى الصبر وضعت في الكفة الاخرى لرجحت كفة محبتك، والدليل على ذلك مع انني محتاجين جدا انا حبيت اجيب درع لحضرتك ملعون به من فرحتي بيك، اوريك كل الانجازات، الدرع موجود هناك فيه الانجازات من محبتك. فخرنا
لا يا اخي ضدي ما حبيتك ابدا. احنا بنحبك يا ريس، احنا بنحبك بجد وبنصبر. يحسبنا الجاهل واغنياء من التعصب بلا خصاصه. اللي ما قلناهاش لحضرتك وانت موجود في المراجده وانت موجود في قنا هنقولها لمين؟ ده لازم نقولها لحضرتك. اقسم بالله انا ما عاوز ولا حاجه، ما تدونيش ولا حاجه ولا سهم، بس ابناء بلدي وانا الحاضر الوحيد من المراجده هنا، تقريبا الوحيد من المراجده، وانت في ارض المراجده هنا انا الوحيد اللي موجود معاك. لو طلعت بره يموتوني ناسي، يقولوا لي يقولوا لي ما قلتش لي حقي للريس، ما طلبتش بينا ان احنا ناخدونا 10,000 فدان. طب اطلع اشرح، اطلع اشرح. اشرح لك يا فندم. لو سمحتم، لو سمحتم، ال 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 اللي عارف تاريخ الموضوع من وزارة الزراعة ومن الشركة، شركة الريف المصري ووزارة الري، يتفضل جنب. اسم حضرتك ايه؟ وانا الحاج حمام علي عمر. حمام من المراجدي. وانا مستعد تعملوا فيا اللي تعملوه، بس هقول لك الحقيقة. لا مش هنعمل فيك حاجة، اي حاجة. لا لا لا، انا هقول لك الحقيقة يا ريس. طب اتفضل. اتفضل. دي يا فندم المشروع الياباني ب 7,000 فدان. ده بقاله قد ايه؟ 7,000 فدان بقاله اكثر من 12 سنة. كويس. واللي زرعهم فيهم حاجات بسيطة. واللي زرعهم فيهم حاجات بسيطة، يمكن جه في 2006 يا فندم. جه في 2006 واحنا كويس. في 2017 احنا ليه 11 سنة. كويس. ليه 11 سنة؟ دول 7,000 فدان. طيب. لما جه المستثمر الياباني، واحنا مش ضد الاستثمار ابدا. وعاوزين الاستثمار. في كانت بعض الناس موجودة ما يمكن ما زرعاش 500-600 فدان، خليهم 1000 فدان. اللي مزروعين في المنطقة دي اللي هي مقر 7,000 فدان. الياباني أو المستثمر الياباني قال ما أعاونش غير على الحتة دي. قال خلاص خليك في الحتة دي، وأنتوا يا ناس اللي زارعين هنا هنطلعوكم ونردوكم تعويضات. هم متعديين يا فندم. كلامي لا استنى، فين؟ اللي في المراجدة برضه. لا لا، فين اللي هم المتعدين؟ أنت بتقول المجموعة اللي ادوها تعويضات 4,700 فدان. يعني ما يقارب من 5,000 فدان كانت موجودة هنا، لكن من حقيقة الأمر ما كانوش متعدين على 5,000 فدان. اللي كانوا متعدين عليهم ما يجوز 300-400 فدان، والأرض موجودة، وكل واحد يجي يقول لك كانت مكانتي هنا. ما حصلش هذا الكلام. اللي كانوا متعدين يمكن 500 فدان بالكثير، ادوهم تعويض 5,000 فدان بس، لان هم مش مضهمش. هم في ناس جات كانوا كتبت اسمائها، وانا الكشف ده معايا، لا يوجد من بينهم الا واحد فقط من المراجدي. كويس. واحد فقط من المراجدي، ومع ذلك ادوهم 5,000 فدان، وده حاضر للارض، حاضر للارض. سعادتك، دي واحده يا فندم. طيب. الوزيره فايزه ابو النجح، يعني معلش انا يعني مرحوم شويه، لكن برضه هقول لحضرتك. جات شركة هيئة التعمير، هيئة التعمير تعمل مشروع. أول ما جات هيئة التعمير عندنا تعمل مشروع لاستصلاح 12,500 فدان. اسمع القصة دي. ده من سنة كام؟ من كنت أنا من ضمن الشباب، كان عندي 28 سنة، وأنا دلوقتي غربت على 60، عندي 57 سنة. كنت شاب أطمح إني آخذ لي 5 فدن، عجزت وغيري عجز وغيري عجز، وهي ما خلصتش. ليها 30 سنة يا فندم. ليها 30 سنة يا فندم، ما عملتش ولا حاجة. طب اتفضل. ولا حاجة، ولا أي حاجة. اسمع يا حاج حمام. اتفضل يا حاج. يا كامل يا وزير. أمرك فندم. والمهندس طاهر. عاطر حنور. عاطف. عاطر. عاطر. احنا هندي لأهل المراجدة مش 600، هنديهم 1000. تمام يا فندم. هنديهم 1000 فدان. هتجهزوهم مظبوط؟ حاضر يا فندم. هتجهزوهم مظبوط؟ مظبوط. انا عارف ان انت ليكم اساس حسابي كشركه، مش كده؟ تمام فندم. طيب القوات المسلحه اللي هتدفع ثمن الحاجات دي. تحت امرك فندم. هتجهز؟ حاضر. كل الموضوع؟ حاضر. وتدفع للشركه التكلفه الماليه؟ حاضر. ودي تبقى هديه الجيش لاهل المراجدة. عارف يا حاج حمام، انا بكلم زمايلي لما هم بيزهقوا مني. تخيل زمايلي بتزهق. ما انا شفتك زعلان، وانا لما جيت نفسي زعلان قلت خلي زعلي على زعل الريس. بيزهقوا مني، بيزهقوا من كتر ما بقعد اتكلم في التليفونات. أنا عشان اطمن ان احنا هنقدر اللي نقوله للناس نعمله.